أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعين عبر ياس والمستمعين لإذاعة رأس الخيمة في كل مكان، أحييكم مرة أخرى مع هذه الانطلاقات. الشوط الثامن ينطلق على البركة والتوفيق، حاملا في طياته كثيرا من الأسماء اللامعة المندفعة والباحثة عن السيارة. من هو الفائز؟ من هو المنتصر؟ من هو الحاصل على المركز الأول والسيارة الثمينة؟ ما هي إلا دقائق معدودة إن شاء الله، وسوف نعلن كل الفائزين مباشرة إلى تعداد الأسماء، مباشرة إلى العشر المراكز الأولى المندفعة والمنطلقة. سمحة مع المركز الأول، سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري مع المركز الأول والصدارة، بينما الدور دور المركز الثاني هنالك سلهودة سلطان بن علي بن سلطان بن سالم الاكتبي مع المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث الوصول من شقرة أحمد بن حمد بن مبارك المهيري الواصل والمنطلق والباحث عن الناموس، بينما هذا القدوم والتقدم واللحظات من هقوة محمد بن جاسم بن براك المزروعي الواصل والمنطلق والباحث أيضا عن ناموس. هذه المسيرة وهذه الفترة وهذا الشوط، بينما الانضمام من رسالة مانع بن مبارك بن ناصر المنصوري الباحث عن رسالة راقية ومتألقة مع النواميس، بينما التقدم من الشعار القادم إنها البصرة. يا سلام يا سلام، وصلت البصرة القادمة بقوة، حمودة بن سالم الرغش الوهيبي والواصل هنالك. التحديات يا مرحبا بهذا الاسم الكبير، وصلت وهاجة. يا سلام يا سلام، أرجو المحافظة يا بن دري على هذا الاسم الكبير، إنها وهاجة محمد بن سالم بن دري الفلاحي الواصل والباحث أيضا عن سيارة هذا الشوط، بينما القدوم من الجهة الأخرى، القدوم من الشعارات القوية، القدوم أيضا من هذه الأسماء الباحثة عن التحديات، وصول وقدوم أيضا من السياسية سالم بن خلفان بن حمد الحافية الواصل والمنطلق بكل قوة. وصلت هنالك مع المركز العاشر شان، وصلت بقوة شان لسعيدة بخلفان بن مطر الرميثي وهالي النايفة، أهالي رملة الراعي يطالبون هذا الشعار بسلام. هذا هو النداء للعشرة المراكز الأولى المتألقة التي تحظى بتغطية إعلامية كبيرة. أعود مع المركز الأول، أعود مع الصدارة، أعود مع هذا الشعار الراقي، بهذا التقدم الراقي، بهذه اللحظات الجميلة. يا بن مية قدمني هنالك اليوم، مت عيوني بهذه الشعارات العملاقة. الله 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 الله، وصلت سمحة في هذا التقدم في هذا الصباح الجميل، إنها سمحة. سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري ورسالة مع المركز الثاني، مانع بن مبارك بن ناصر المنصوري والمركز الثالث. القدوم هنالك من سلهودة سلطان بن علي بن سلطان بن سالم الاكتبي مع المركز الثالث، والمركز الرابع الوصول القوي من السياسية سالم بن خلفان بن حمد الحاثري، ومع المركز الرابع القدوم بقوة هنالك مرحبا بشواهين محمد بن بخيت بن مسلم بن طاسه العامري مع المركز الآن الخامس والمركز السادس. القدوم بقوة هنالك من الشاهنية فيصل بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري ضيف عزيز من المملكة العربية السعودية الشقيقة، فأهلا بكل الأشقاء. المركز السابع الوصول من الظبي أحمد بن سعيد بن حميلة المزروعي مع المركز السابع والمركز الثامن. يا له من قدوم قوي، يا لها من لحظات جميلة. هنالك الوصول، هنالك من الظبي، وهنالك التقدمات من العالية حمد بن علي بن حامد الوهيبي. يا سلام، والوصول أيضا من قبل هذه الأسماء، الوصول من مياسة راشد بن محمد بن قران المنصوري مع المركز التاسع والمركز العاشر بعيد.
أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى هذه العملاقة، أعود إلى هذه الخطوات الجميلة. يا لها من قوة ويا له من إصرار على الفوز والنواميس. إنها السياسية، إنها الجساسية، إنها العملاقة، إنها صاحبة الإنجازات، إنها صاحبة الإبداع، إنها القوة والإثارة. ركز ركز يا أبو مخيت، ركز مع هذا القدوم، ركز مع هذه اللحظات. إنها السيارة، السيارة، السيارة مع المركز الأول السياسية. يا سلام سالم بخلفان بن حمد الحفري مع المركز الأول مع التقدم والقيادة، بينما هنالك المركز الأول. يا سلام هنالك اللحظات المنطلقة بقوة، هنالك سمح سالم بشطيط بن سالم المالكي. يا سلام سالم بشطيط بن سالم المالكي، وسق الله داركم يا هالي القابل، سق الله داركم يا هالي القابل، سق الله داركم يا هالي الدريز، سق الله دارك يا المالكي. يا سلامي عليك، هذه هي سمحة سالم بشطيط بن سالم المالكي. صباح الخير يا السلطنة، صباح الخير يا الدريز. هذه اللحظات مع سمحة ما شاء الله المركز الثاني، اللحظات مع بغداد احمد بن هلال بن احمد ابو ابراهيم مع المركز الثاني، المركز الثالث محمد بن سعيد محمد الوهيبي، المركز الرابع رساله مانع بن مبارك بن ناصر المنصوري، وفي المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الاعزاء الوصول من سلهوده سلطان بن علي بن سلطان بن علي الاكتبي. هكذا مشاهدينا سلهوده سلطان بن علي بن سلطان بن سالم الاكتبي، ولكن المركز الاول انها سمحه، سمحة الإنجازات انتصرت مع هذا الانتصار صاحبة العوائد وصاحبة الإنجازات المستمرة. التهنئة الكبيرة لسالم بن شطيط بن سالم المالكي، اسم عريق مع النواميس ومع الانتصارات، وأتمنى تدوينها كان بشكل أرقى. هكذا لحظات الفوز والانتصار، هكذا لحظات التألق، هكذا لحظات الفوز. ما شاء الله يا التوقيت، ما شاء الله اللحظات. إنه التوقيت، إنه التوقيت الأفضل، إعلان هام، التوقيت الأفضل. هنيالك يا أبو سالم، هنيالك يا أبو شطيط على هذا الانتصار. سالم بشطيط بسالم المالكي مع سمحة، وأيضا شطيط بسالم ما قصر مع الأداء والأوامر وكل ما هو منجز ومبدع دائما. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء المركز الثاني كان التألق. أيضا الوصول مع بغداد أحمد سالم إبراهيم، التوقيت 9:55 ثمان دقائق. أحمد بن هلال بن أحمد إبراهيم مع التألق والرقي والانتصار ثانيا على السيارة، والمركز الثالث أيضا كان الوصول قوي من هذا الشعار القوي، وهذا الشعار المنطلق سواهين الواصلة بقوة مع التألقات وأيضا الفوز والانتصار. مشاهدينا متابعينا الأعزاء شواهين محمد بن مخيد مسلم بن طاسة العامري مع المركز الآن الثالث، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.